خلونا نروح للسيد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية لنسأله عن تفاصيل هذه الحملة والمحافظات المستهدفة وما حققته من نتائج حتى الآن. احنا بنتكلم عن 18 موجة قبل كده، الآن يتم تنفيذ الموجة 19. مساء الخير يا دكتور خالد. اهلا وسهلا استاذ شريف، مساء الخير على حضر محافظات مصر كلها. يعني ده موضوع مهم وعمل عظيم لازم نحيي عليه الدولة المصرية ووزارة التنمية المحلية تحديدا. مهم نتوقف مع حضرتك عن بعض التفاصيل ونجحنا في ايه لغاية دلوقتي يا دكتور خالد. يعني زي ما حضرتك تكرمت بالفعل مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه في اطار اللجنه العليا لاسترداد حق الشعب، يعني برئاسه منشير اسماعيل وبناء على توجيهات القياده السياسيه بالحفاظ على حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، كذلك الأمر الحفاظ على نهر النيل. كان من الأهمية بمكان مع الوزير اللي هو شعراوي يوجه السادة المحافظين بأهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بشكل رئيس في بداية موجة الإزالات إن شاء الله اللي هتبتدي من باكر غدا 19 يناير 2022، وده بالتنسيق مع مديريات الري وكذلك حالات التعدي الخاصه بالبناء على الاراضي الزراعيه. الموجه 19 ان شاء الله هتتم على ثلاث مراحل، المرحله الاولى هتبتدي من باكر ان شاء الله وتنتهي في 30 يناير، على ان تكون المرحله الثانيه بتبتدي من يوم 6 فبراير وتنتهي 26 فبراير، والمرحله الثالثه ان شاء الله هتبتدي من 6 مارس وتنتهي 26 مارس 2022. في كم محافظه يا دكتور خالد؟ ده على كل أراضي الدولة المصرية 27 محافظة، كما تعودنا في الموجات كلها كان بيتم على مستوى كل المحافظات المصرية، وبيتم متابعة عمليات التنفيذ يوم بيوم سواء بالنسبة لاسترداد حق الشعب في الأراضي الزراعية اللي تم التعدي عليها سواء بالزراعة أو بالبناء أو الأراضي الأخرى اللي تم التعدي عليها بالبناء. وده بيتم يا فندم بالتنسيق مع بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن قوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حزم وحصر، وده حق أصيل للشعب المصري. صحيح. طبعا يعني زي ما أكد مع الوزير صباح اليوم أن سيادة الرئيس بيتابع بنفسه ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء ده بشكل مستمر، وبيتم تقديم تقارير بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء حول النتائج اللي بيتم تحقيقها في هذا الشأن. كذلك الأمر المتابعة المستمرة من القيادة السياسية للملف ده بتعطي قوة دفع كبيرة لكل جهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل الحزم والحسم، وده بيتم يا فندم كمان التواصل معهم من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، وده بالمتابعة على مدار اليوم والتنسيق مع كل المحافظات لتسجيل أي معوقات ممكن تقابلهم أثناء تنفيذ عملية الإزالات عبر المتابعة مع غرفة العمليات المصغرة اللي بيتم تشكيلها كمان برئاسة كل سكرتير عام مساعد في كل محافظة من المحافظات المصرية، وبيكون في عضويتها ممثل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة. طبعا الفرق العمل دي على مستوى الموجة كلها بمراحلها الثلاثة لمنع التعدي ده بيتم كمان أي خاصة أيام الأجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وطبعا ده بيأكد يا فندم على أنه فعلا كل المحافظات منذ انتهاء الموجة 18 المحافظات بتتم وبتستعد لتنفيذ الموجة 19، وده في ظل تنسيق مستمر مع كل الأجهزة المعنية في الدولة مع جهات الولاية. ليه مع جهات الولاية؟ لأن الأراضي اللي بيتم استبدادها بيتم تسليمها لجهات الولاية لتعظيم الاستفادة منها، وكمان العمل على إعطاء جدول زمني لكل محافظة بالتعاون مع كل الجهات المعنية وجهات الولاية في كل المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذ ده الأمر ده خلال الفترة الزمنية المحددة، مع كمان أهمية قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على هذه الأراضي الزراعية وأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي على حق الشعب، وبالتالي
حق الشعب بنرجعه للشعب من الفئه اللي هي يعني. لكن التعدي على الارض الزراعيه كمان يا دكتور خالد حتى لو كانت طبعا ملكه اصبح امر مجرم، وحضرتك تصحح لي، اعتقد انه لم نشهد حالات تعدي. الدوله يعني تقف بالمرصاد لكل محاوله تعدي على الارض الزراعيه جديده يعني. كل الحالات اللي بيتم التعامل معها هي حالات قديمه. وفي حاجه مهمه جدا يا فندم، في المتغيرات المكانيه بترصد لنا بالاقمار الصناعيه اي شيء بيحصل، بيتم ابلاغ المحافظه المحليه وبينزلوا يزيلوا اي مخالفه في المهد بتاعها، بحيث انه والقيام في ذات الوقت بالاجراءات القانونيه تجاه المعتدي على هذه الارض. عظيم، انا بشكرك شكرا جزيلا السيد دكتور خالد قاسم، متحدث باسم وزاره التنميه المحليه.